أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. ريم عبدالله توضح سبب عدم شعورها بالألم من طلقات رامز جلال. أكدت الفنانة السعودية ريم عبدالله أنها لم تكن على علم مسبق بأنها ستقع ضحية للفنان المصري رامز جلال في برنامج الكاميرا الخفية رامز عقل وطار. وقالت ريم في فيديو بثته عبر حسابها الخاص في موقع تويتر بعد عرض حلقتها في رامز عقل وطار: أبشركم بعد المقلب، أنا بخير وصحة وعافية، ومن جد خدعوني، ولا عندي أي معلومة ولا أجا في بالي 1% إنه رامز يجي الرياض ويصور. وعبرت عن اندهاشها من التعليقات التي أشارت لعدم شعورها بالألم خلال الحلقة قائلة: ما شاء الله عليكم مدرعمين بالتعليقات، ما تحسين بالرمي، ترى رمي عادي جدا وألم محتمل جدا صراحة، كور ملونة، ما صرخت هو كلاشينكوف، ما يصير طول الحلقة أقعد أصرخ، هو كل اللي روعني الطيحة العالية. وتصدرت ريم عبدالله الترند السعودي بعد عرض الحلقة مباشرة، واجهت أغلب التعليقات حول عدم شعورها بالألم من طلقات رامز المطاطية على عكس بقية الضيوف، وهما أثار حيرة الجمهور الذي صارع للتخمين بارتدائها شيئا أسفل ملابسها ساعدها لعدم الشعور بالطلقات، وهما دفع عبدالله للخروج بهذا الفيديو للتوضيح. واستطاعت الفنانة السعودية تحقيق تواجد كبير ومهم في هذا الموسم الرمضاني من خلال مشاركتها في مسلسل استديو 21، والذي تقوم من خلاله في كل حلقة بتقليد عدد من النجمات والمشاهير، حيث سبق وان قلدت الإعلامية السعودية لجين عمران وكشفت حينها الأخيرة أن عبدالله أجادت تقليدها في أمرين، وهو حرصها على عائلتها ومحبتها لشقيقتها، إلا أنها رفضت الفقرة التي تتحدث عن استعراضها لمجوهراتها، مؤكدة أنها لا تفعل هذا الأمر أبدا. وكما تألقت عبدالله بتقليد الناشطة السعودية هند القحطاني، وتصدرت عبدالله الترند بعد هذه الحلقة وأشاد الجمهور ببراعتها. وعلقت القحطاني على تقليد عبدالله لها بالقول: أجمل وأظرف من يقلدني. لترد عليها ريم قائلة: لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا. وريم عبدالله هي فنانة سعودية تحظى بشهرة واسعة، وبدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في المسلسل السعودي الشهير طاش مطاش، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، كما شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، منها عندما يكتمل القمر والذي عرض الجزء الثاني منه مؤخرا. مساء الخير حبايب، عليكم، شخباركم، كل عام وأنتم بخير. أبشركم بعد المقلب أنا بخير وصحة وعافية، ومن جد اخدعوني، ولا عندي أي معلومة ولا جف بالي 1% الرامز يجي للرياض هنا ويصور. هذا شيء. الشيء الثاني، ما شاء الله عليكم مدرع مين في التعليقات، ما تحسين بالرمي، ترى رمي عادي جدا وألمه محتمل جدا، تراها كور ملونة، يعني ضربني في كتفي وضربني في ظهري وضربني من هنا ما صرخت، هو مو بكلاشينكوف ولا سكتون، بعدين ما يصير طول الحلقة أقول ما يصير، يعني عادي الألم، هي اللي روعني بس الطيحة، هذه اللي روعتني. كلام وانتم بخير.